طبعا لارا ومشاهدينا بنصب عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان. طبعا اليوم راح نشارك نشامة الدفاع المدني في التدريبات التوعوية التثقيفية الميدانية الموجهة للطلاب والمعلمين في المدارس والتي تختص بكافة أعمال الدفاع المدني ضمن خطة ممنهجة وضعتها مديرية الأمن العام لزيادة الوعي الصحي المجتمعي والتعريف بالإسعافات الأولية وكيفية إجراءها، بالإضافة إلى التقليل من خطورة الإصابات ومضاعفاتها والتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، وصولا إلى أن يكون كل مواطن أردني هو رجل دفاع مدني شامل قادر على التعامل مع أي حالة طارئة. طبعا راح نتعرف أكثر على هذه الحملة التوعوية أكثر مع الرائد بلال دهيمات من مديرية الدفاع المدني. سيدي نقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم. نعم سيدي، احنا اليوم قاعدين نوجه رسالة لجميع المواطنين في مجتمعنا الأردني، ولكن من خلال المدارس والمعلمين والمعلمات. هذا المجتمع بحاجة إلى التوعية للتثقيف حول الإسعافات الأولية. نحكي عن دوركم والحملة اللي راح تقوموا فيها، وشو الرسالة راح توصلوها من خلالكم للمعلمين والطلاب؟ أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ويعطيكم العافية للجميع. طبعا تأتي هذه الزيارات خصوصا المدارس والتجمعات اللي موجود فيها المواطنين بشكل عام، تأتي ضمن الحملة التوعية التي أطلقتها مديرية الأمن العام بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني. هذه الحملة سلامتك بتهمنا ينطوي تحتها مواضيع كثيرة جدا، منها الإسعاف والإطفاء والإنقاذ، ولكن إحنا هون في زيارتنا إن شاء الله اليوم وزيارتنا الميدانية اللاحقة إن شاء الله مركز على مواضيع الإسعافية والصحة خصوصا للمواطنين. طبعا بتعرف أهمية كلمة السلامة لدينا، السلامة بتشكل موضوع مهم جدا وخصوصا السلامة الصحية. بهمنا أنه المواطنين خصوصا الطلاب الآن حاليا إحنا في المدرسة متواجدين يتعرف على مواضيع الإسعافات الأولية، يتعرف كيف التعامل في حال حدوث لا سمح الله لا قدر الله بعض الحوادث لزملائهم سواء لهم أيضا، كيف تتعامل معها، كيف تتصرف، كيفية المشاركة الجميع في أنه يحاول أنه يحافظ على سلامته وعلى سلامة الآخرين. جميل سيدي، شو أكثر الأمور اللي بنركز عليها في اللي بتخص السلامة العامة واللي تتعلق بالإسعافات الأولية؟ سيدي العزيز، كما تعلمون الموضوع السلامة موضوع واسع جدا، ولكن احنا المواضيع اللي بنحاول نركز عليها خصوصا احنا كونه مندوبين من إدارة الإسعاف، مواضيع مهمة جدا خصوصا العمل الإسعافات الأولية. بنركز على بتعرف احنا هون في المدارس بنركز على الجروح، على الكسور، احيانا الحروق، الاختناق بشكل خاص ايضا كمان موضوع مهم جدا، كيفية التعامل معها سواء نفسيا او إسعافيا، ضرورة انه كيفية التعامل معها بأسرع وقت ايضا، الإجراءات المطلوبة قبل وصول رجال الدفاع المدني أو قبل حتى نقله إلى المستشفى. فالمواضيع كبيرة جدا واسعة جدا، بنحاول نركز على الأمور اللي بتهم الطلبة اللي بتهم برضو المواطنين. نعم سيدي، يعني بدي رسالة من خلالك ونصيحة صباحية لجميع مشاهدينا ومتابعينا. احنا في فصل الشتاء في بعض التصرفات قد تكون تتعلق بالتدفئة وما إلى ذلك، شو النصيحة اللي موجهها لجميع مواطنينا في جميع محافظات المملكة؟ سيدي العزيز، احنا الآن في فصل الشتاء، إن شاء الله ربنا يكون موسم خير علينا. بتعرف جميع المواطنين الآن يلجون إلى وسائل التدفئة في هذا الفصل، بحاجة ماسة من قبل المواطنين أنه نركز على كيفية استخدام وسائل التدفئة بشكل سليم، نتفقدها قبل الاستخدام ونتفقدها بعد الاستخدام، برضو الوسائل اللي كانت مخزنة سابقا برضو نتفقدها، نعملها صيانة دورية كاملة، ونتمنى السلامة للجميع. وبتعرف احنا شعارنا وشعار حملتنا اللي هو سلامتنا بتهمك، فضروري نهتم سلامتنا جميعا. كل شكر سيدي، يعطيك ألف عافية. الاحترام لكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أيضا مشاهدين راح تكون معنا ست بثينة الهندي وهي مديرة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات. ست نقول
لك صباح الخير ويعطيك العافية. اليوم قاعدين نشوف نشامة الدفاع المدني في كل أنحاء المملكة، قاعدين بوصلوا رسائل ونصائح لجميع المواطنين، بعلمهم على الإسعافات الأولية. تحكي لنا كيف شفت النشامة اليوم، شو تعلمتوا من خلال هذه الحملة التوعوية؟ بداية صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بأجواء مدرستنا، بنرحب فيكم. بالبداية بحب أشكركم جميعا، كوادر الدفاع المدني، التلفزيون الأردني، يوم جديد، والأستاذ أحمد العباد على هاي المبادرة الحلوة الهادفة اللي بتعلم طالباتنا بهذا الجيل، هذا الوقت وهذا الجيل، كيفية التعامل بالحوادث وبث الوعي بينهم، لأنه طالباتنا هدول أمهات المستقبل، فكيفية التعامل مع الحوادث والكوارث اللي ممكن نتعرض إلها يوميا أو نتعرض من خلال مشاهداتنا اليومية ممكن تنقذ بني آدم أو شخص، وحتى إذا ما صارت الحادثة معنا ممكن نشوفها في أي مكان ونتصرف بالطريقة الصحيحة. بصراحة من المبادرات الجميلة الهادفة، أهلا وسهلا فيكم بمدرستنا، وكتير أنا استفدت شخصيا ومعلومات كتير جديدة، وبشكركم بالنيابة عني وعن مدرستي وعن طالباتي، وأهلا وسهلا فيكم. لك أيضا مشاهدينا، رح يكون معنا أحد المسعفين لحتى يعرف على بعض المهارات اللي تم تعليمها للطلاب والمعلمين. صباح الخير، نتعرف عليك. صباح الخير سيدي، الرقيب احمد طاهر العبادي، مرتب اداره الاسعاف والمسانده الانسانيه. نعم سيدي، احنا قاعدين نتعلم، بجوز ستنا الان قاعده بتشرح بعض المهارات خاصه بالاطفال تتعلق بالاسعافات الاوليه، وايضا على المنطقه الاخرى كمان هناك بعض الاسعافات الاوليه اللي بتصير على ارض الواقع. تعرفنا على بعض المهارات اللي بتعلموها للطلاب والمعلمين في المدارس. تمام سيدي، احنا هنا مجموعتين تدريبيه، خلينا نحكي المجموعه الاولى لتعليم مهارات الانعاش القلبي الرئوي للبالغين وايضا للاطفال، والمجموعه الثانيه هنا زي ما احنا شايفين تعليم حالات الاختناق خاصه عند الاطفال الرضع. ايضا اعطينا محاضرات ايضا تدريبيه عن موضوع الكسور وكيف كيفيه اسعاف الكسور في حالات، خلينا نحكي تعرف احنا في المدارس او ساحات المدارس بصير عندنا كثره الرياضات الركض وكذلك، فهاي بصير فيها مباشره فولينج داون، سقوط، فخلال السقوط ممكن بصير في عندي فراكتشرز، كسور، فنعلم الطالب او الطالبات المدارس بشكل عام كيف تتعامل مع زميلتها اذا تعرضت لحادث سقوط نتج عنه كسر في الايد لا سمح الله، لا قدر الله كسر في الساق، كيف تتعامل معه، حيثيه الاسعاف والحيثيه الاسعافيه للكسور كيف بالضبط. ايضا تعلمنا هون زي ما احنا شايفين زميلتنا بتعطي على موضوع الاختناق عند الاطفال الرضع، مثلا طفل رضيع تعرض لحاله اختناق كيف تتعامل معه في البيت، كيف تتعامل معه مثلا في 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 المدرسه، شو الاجراءات المتبعه. يعني كان نحكي لمشاهدينا ومتابعينا ضمن يعني بعض الامور الخاصه، يعني ما بنقدر نعمل كل الاسعافات الاوليه، لكن احنا بنطلب الدفاع المدني وبنعمل بعض الاجراءات البسيطه اللي احنا بنعلمهم عليها. سيدي الان خلينا نحكي بروتوكول المحلي، اول شيء طلب طوارئ الدفاع المدني عن طريق رقم الموحد 911، بعدين انا بتبع فيرست ايد، مستجيب اولي، بتبع الاسعافات الاوليه التاسيسيه، خلينا نحكي بيسك زي هيك بالشكل هذا. تعرض طفل خلينا نحكي رضيع لحاله اختناق في البيت، مباشره بتصل في رقم الطوارئ 911، وبعد ذلك اتبع التعليمات الاسعافيه اللي احنا بنعطيها للطالبات في المدرسه، تتبع التعليمات هاي خلينا نحكي بشكل صحيح ولحين وصول كوادر الاسعاف. جميل، كل الشكر لك، يعطيك الف عافيه. شكرا سيدي، حياك الله. حياك الله. نتوجه لبعض الطالبات الموجودات معنا، بدنا نتعرف من خلالهم، خليك معي هون، على شو استفادوا من هذه الحمله التوعويه. صباح الخير، تعرف عليكي. بدايه صباح خير، يعطيكم العافية. أنا بشكر نشامة الدفاع المدني على هاي المبادرات والفعاليات اللي بعملها بمدرستنا، منها بحفز طلابنا أنه كيف يعني يتعامل مع هذا الإشي إذا صار بالمدرسة أو بالبيت، عن إحنا أطفال صغار بالبيت، فممكن بأي وقت تكوني لحالك وما عارف شو تعملي. فبداية أول إشي بجينا على الدفاع المدني لو شو ما صار بالموقف، بعدين أنت لازم تتعامل مع الموقف، يعني ما تستنى عبال ما يجي الدفاع المدني عشان ما نخسر الأشخاص. فبداية مثل ما علمتنا زميلتنا أنه كيف نتعامل مع الأطفال الرضع إذا كانوا صغار وهيكا، وبعدين كمان انه كيف لازم انه ناخذ كيف الاحتياطات اللازمه وكيف التعامل معهم. هلا الصغار غير تعاملهم مع الكبار، فانه جد بشكر كثير على الدفاع المدني وجدا علمونا كثير اشياء. شكرا لك، يسعد صباحك. ايضا راح تكون معنا احدى الطالبات، تفضلي ستي، خليك هون. صباح الخير، نتعرف عليكي. صباح النور، انا طالبه بنسان من مدرسه سكينة. بشكر الدفاع المدني على هاي المبادرات اللي بيعملوها في مدرسه سكينة، في حال انه احنا عندنا
كنا في أطفال في البيت أو كنا في أي مكان عام، إذا صار هذا الإشي معنا ممكن إنه إحنا نعرف كيف نتصرف عشان ننقذ الطفل اللي قبلنا. وكثير إحنا بنشكر النقيب وزميلتنا هون لأنهم عطونا هاي المبادرات في المدرسة، وكثير شكرا للدفاع المدني. شكرا لك أيضا. طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات. اليوم شاركنا نشامى الدفاع المدني اللي بوجه لهم تحية صباحية في جميع محافظات المملكة ضمن حملة توعوية، تدريبات توعوية تثقيفية على أرض الواقع على بعض الإسعافات الأولية الهامة جدا على كل مواطن أردني، تعلم بعض الإسعافات الأولية في حال حدوث لا سمح الله أي حالة طارئة يجب التعامل معها. وزي ما قال يعني قبل قليل أنه يجب اتباع بعض الأمور منها الاتصال بالدفاع المدني ثم القيام ببعض الإسعافات الأولية الأساسية لحين وصول سيارة الإسعاف. خليكم مع بعض اللقطات الصباحية لنشمية من الدفاع المدني، راح تكون بالصوت والصورة وتعرف بعض الطالبات والمعلمات على بعض المهارات الأساسية للإسعافات الأولية. ويسعد صباحكم مشاهدينا مرة أخرى.